حنا متواجدين في ضواحي ايموزا الكندر تابعه لاقليم صفرو. جينا اليوم اللي هو يوم الاربعاء الثلاثاء 13 شتنبير 2021 22 الساعة تشير إلى 10:15 صباحا وحنا في لافاريتي ستوري. تما كما كتشوفوا هاد القمم ديال الأطلس المتوسط بالخصوص ضواحي إيموزا الكندر اللي جينا اليوم عند واحد الصديق ديالنا اللي جينا كزيارة تفقدية أنا والسي سعيد إينوس وجينا نشوفوا هاد الضيعة تبارك الله اللي هي واحد الضيعة نموذجية. شاهدوا بارك الله لا كولوراسيون ديال هادي لا فاريتي جولدن راندرز. وهنا في لافاريتي ستوري لافاريتي روج وحنا كما كتشاهدوا وحنا دابا في الزيارة الميدانية لهذا الطواحي إيموزا الكندر اللي جينا اليوم اللي هو يوم الثلاثاء 13 شتنبير 2021 الساعة تشير إلى 10:15 مع السي سعيد إينوس اللي درنا واحد الزياره خاصه لهاد الضيعه دي النموذجيه ديال التفاح اللي فيه ثلاثه الاصناف تبارك الله. شاهدوا تبارك الله جولدن راندرز. من ضواحي إيموزا الكندر أحييكم معكم هرب محا إلى فرصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.